كاب اف ام الكلمه ليك. هل ثم ابتزاز الاموال القطريه من طرف قوى سياسيه تونسيه؟ هذا مجال عملت معي حوار جولي شنايدر، هذا حاول انه هل مثلا حركه النهضه عندها اموال من قطر. انا مره اخرى دائما لست جهاز يعني استخبارات او معلومات حتى اعطي معلومات دقيقه اخذت ام لا، لكن ما اراه انه مسائل اعلام كثيره جدا مواليه لقطر، انه نخب سياسيه تدافع عن قطر باستماتة غير عادية، ما في من رئيس المنصف المرزوقي بشكل غير عادي. لأنه أنا حكيت لهم الكتاب الأسود الجزء الأول، قلت لهم أنا سنكتب الكتاب الأسود الجزء الثاني. الجزء الثاني يبدأ من 14 جانفي 2011 إلى اليوم، وهو عن الأموال القطرية السعودية في تونس. معناش نحكوا على الدينار، واحد خلا 200 دينار و 1000 دينار من لاتيس تيبقى زيد في بعضه كيفاش يقول في داخل العجة. أما يعني اللي يمثل سيادة في تونس اليوم يهدد الأمن الوطني التونسي، أرى هذا هذه مسألة خطيرة، يهدد الأمن الوطني التونسي. يعني حسب رأي دكتور سداوي أنه رئيس الجمهورية مثال عنده هذا الولاء لقطر؟ رئيس الجمهورية؟ أيوة. والله انا ما فهمتوش المنصور مزوجي شنو هو الناقص. الراجل كتب مناضل، لماذا يربط نفسه ويحصر نفسه بديكتاتوريه بشعه؟ يا سي المنصور، يا سياده الرئيس، راي انت تدافع عن ديكتاتوريه بشعه. عين المستشار الاول الاعلامي له هو هذا السي محمد انين، وانا في فرنسا كانت ندافع على صديقنا محمود بنابه وتونسي محتجز ظلما وبهتانا في 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 قطر، وندافع على شعر الثوره التونسيه محمد ذيب العجمي، بدا يصرخ وانتم نخب متعفنه وقطر دوله عظمى وقطر امبراطوريه عظمى والولاء لقطر الى اخره. وهذا نص يا سيدي، حكم عليه، حكم على ابن بلده باللصوصيه اللي الشركه الامريكيه برأته تماما، شركه المحاسب. هذا في دوله ديمقراطيه تسمى خيانه عظمى. يستقيل الرئيس ويستقيل المستشار ويستقيل وتستقيل الحكومه كامله، لانه الجواز البريطاني يكتب عليه وحرك الاساطير من اجل حمل هذا الجواز. توقع لك مشكلة، توقع مشكلة دولة كاملة. فيجي هذا يسب ولد بلاده ويشتم ولد بلاده مش يدافع على قطر. وانا سامحوني في كلامي، يعني نوع يعني تملق ردي، تملق المنحط باتجاه ديكتاتورية بشعة، يرقي عينه مستشار أول لرئاسة الجمهورية لمسألة إعلامية. نحن أمام كارثة وطنية، أمام سؤال مطروح كبير، إلى أي مدى ثم استقلالية قرار تونسي؟ ما مطردوا السفير السوري اللي مش موجود أصلا، توسي سفيان وسي حسن قطر، الأمير الجديد أنت قطر يشحت في بشار الأسد حتى يرد العلاقات مع السوري. بالله يردوا لنا العلاقات وردوا السفير ونلطفوا الاجواء ونهدوا ويوسط في الفلسطينيين ومحمود عباس في هذا المجال. واحنا ايش عملنا؟ بقينا في التسلل احنا. فاذا هذا الارتباط بهذه الديكتاتوريه البشعه، اريد ان اعرف لماذا؟ ما هي؟ فلوس، مصالح دوله، ما دخلتش اموال رسميه قطريه لتونس. 2012 قطر اعطتنا 248 مليون دينار بين منح وقروض مساعدات، اقسم على اثنين حوالي 100 مليون يورو، 100 مليون يورو كلام فاضي، هذا مخدام باجي قال سبسي من هارلول من بوتفليقة، ومش قروض، منحة هكذا. القذافي كان طرح 7 مليار دولار على بن علي، محمد الراشد مكتوم كان طرح في المدينة ذيك 14 مليار، هذا نحن على 100 مليون يورو، 100 مليون يورو اللي هو كلام فارغ بالنسبة للميزانية التونسية سنة 2012. الناس تحكي على قطر كانها تحكي على الآله المقدس. فانكشفت الكثير من الأوراق، لكن هذا يجعلنا نطرح الكثير من الأسئلة. لماذا الاستماتة في الدفاع عن ديكتاتورية بشعة اسمها قطر لم تساعد تونس اقتصاديا؟ أولا تحتجز شخصية إعلامية تونسية السيد محمود بناب، ثانيا وثالثا شعر الثورة التونسية محمد بن ذيب العجمي مرمي في السجن بسبب قصيدته. كاب اف ام الكلمة ليك.